الحبيب والحبيب عبد الله بن علوي الحداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وأصوله وفروعه ومنتسبين إليهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وأستاذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرحم المخلوقات كفي الأرض والسماوات رضي الله عنه صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث هدى للناس من الدنيا إلى الآخرة رضي الله عنه. ونخص على عباد الله الصالحين والأولياء والعلماء ومن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحياء منهم والأموات رضي الله عنه. إن العلماء والأولياء للأنبياء هم الورثة رضي الله عنه، يرشدون الأمة ويهدينهم في الدنيا والآخرة حسنة رضي الله عنه. وعلينا أن نحبهم ونكتب حياتهم ونجعل أخلاقهم لنا أسوة رضي الله عنه. وحبنا للأولياء والصالحين من أمور الشريعة رضي الله عنه. نرجو الله البركة ونرجوه على أرواحهم عند الله كرامة رضي الله عنه. نكتب مناقب الإمام سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه، وهو حبيب الله من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله والبركة رضي الله عنه. فيه مناقب حياته ولي الله المعجزة له الكرامة والصفات الخاصة، ونرجو هذا المناقب كبدر المنير ظاهرا وباتنا في مسيرة إلى الآخرة رضي الله عنه. وعلينا أن ندعو الله ونهلل قبل القراءة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا يا الله يا قريب يا الله يا مجيب توسلنا عليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا يا الله يا سبحان
القدب الرباني سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا يا الله يا قدوس يا علي يا ودود بالولي قطب القطب شيخ أبو بكر بن سليم فخر الوجود مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قد بالعرفان الحبيب علي بن أبي بكر السكران مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة محمد لا تقطع رجانا يا الله يا ستار جد لنا بالمختار بالولي قد بالأخيار الحبيب أمار المخضار مولانا يا مولانا يا سيدي
الحرمات محمد لا تقطع رجنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا يا الله يا رب الناس نجنا من شر الناس بالولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا يا الله يا معتي بالأقطاب لا تبدي نجنا من كل شيء الحبيب أحمد بن زين الحبشي مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمات محمد لا تقطع رجنا مولانا يا مولانا
الأحد لا تقطع رجنا. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قد بالإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة. كان الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولي الله رضي الله عنه، ولد في سبير التريم حضرموت بالليلة الاثنين الخامسة من صفر سنة 1440 هجرية رضي الله عنه. هو من أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبيه سيد علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بالفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالق قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى الرومي بن محمد النقيب بن علي الأريدي بن جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن بالحسين بن علي كرم الله وجهه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه حبابة سلمى بنت عدروس بن أحمد بن محمد الحبشي، فأبواه من ذرية سيدنا حسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الحبيب عبد الله مربوع القامة واسع صدر لا سمين له أبيض اللون لطيف الهيئة، وفي 40 ابتلي ببلية جدرية الماء تعمي عيناه رضي الله عنه، وبرحمة الله كان فؤاده يرى حتى لا عذر له لطلب العلم والعمل والدعوة وإلى رضا الله مرشد الأمة رضي الله عنه. رباه أبواه في بيئة أسرته الصالحة وللدين طاعة، وكان أبوه سيد علوي بن محمد الحداد ولي الله رضي الله عنه، وأمه حبابة سلمى من أهل المعرفة لله تعالى رضي الله عنه. أرشده أبواه من صغاره إلى الله طريقة، واظهر قبل عمره عبدا مختارا أعطاه الله شرفه وكرمه رضي الله عنه، يعود بالزهد والقناعة والمجاهدة والصبر والاستقامة، وقال كنت مجتهدا في العبادة والمجاهدة رضي الله عنه. وفي أول المجاهدة أعود باللباس الخشن والأطعمة الخشنة رضي الله عنه، وهو كاللؤلؤ من أهل البيت الوارث أخلاق جده سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة. كان الحبيب عبد الله من صغره مشغولا بالقرآن حفظه، وقال سيد عبد الله بن أحمد بالفقيه قريبه كان الحبيب ذاهبا إلى وادي تريم للقرآن بالتناوب قراءة رضي الله عنه،
وحان الدهر دخل مسجدا لصلوات المسنونة 100 أو 100 ركعة، ثم قال: نشأنا وكبرنا وكان الحبيب أوسع العلم مني وأكثره، وهو من صغاره أدهر قلبه وعقله رضي الله عنه. كانت قلبه تحت تأثير سورة ياسين إذا قرأه حتى يبكي ولم يوالي قراءته رضي الله عنه. كان الحبيب أخذ العلوم من أبي سيد علوي بن محمد والعلماء والأولياء والعارفين بالله رضي الله عنه، وقال في أول تعليمه: أمرني أبي بأخذ الفقه بعد أن أختم القرآن خدما رضي الله عنه. قال أبي: الناس يحتاج إلى الفقه، ولأن لا يأخذ الفقه لا حجة له رضي الله عنه. أخذ الفقه من أبيه، ومن الفقيب جبير أخذه، كان لذكائه يخفض الفقه ويأخذ علومه رضي الله عنه. وأخذ التصوف والتوحيد والحديث والتفسير والعلوم الإسلامية رضي الله عنه. أشبه العالم الكبير في العلوم الإسلامية رضي الله عنه. أخذ الناس علومه وفتاواه، وعمل من شبابه في الكتابة رضي الله عنه. وكثير من الكتاب الذي كتبه مراجع للأمة رضي الله عنه، وهبه الله الكرامة والشرفة والصفات الخاصة رضي الله عنه. وهو يعلم ويربي ويكتب الكتاب ويفتي ويحل الأمور الدينية الصعبة غير وادحة رضي الله عنه. وكان المسلمون جميعهم يقبلون الدعوة، وشهد العلماء والأولياء والعارفين في زمانه أن الحبيب قد أقام الواجبات رضي الله عنه، وهو الإمام في زمانه الذي أقام الدين بلسانه وبقلامه رضي الله عنه. قال الإمام أحمد بن زين الحبشي: قد بلغ الحبيب درجة المجتهد في الإيمان والإحسان والعلوم الإسلامية رضي الله عنه. وقال مفتي حضرموت: الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي كان الحبيب مجددا في القرون 11 هجرية رضي الله عنه. توسع آثار علومه ووليه غربا وشرقا، وفي حياته مشهور بقطب الدعوة والإرشاد وحداد القلوب إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك بوليك قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في قضاء حاجتنا. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا حنان يا منان يا قديم الإحزان، بخر جودك مليان، جد لنا بالغفران، جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا نستعفيك، ربنا نستغفيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا تخيب رجي تحت بابك لاجي، لم يزال بالداجي قائلا يا حنان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جمع وبجاه القرآن، بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختم سيدات النسوان.
رسول الله وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب بالولي قطب الإرشاد الحبيب راتب الحداد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة كان للحبيب أخلاقا كريمة الوارث من جده سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهو كثر التبسم والبشوس وجهه كالبدر المنير في ليلة لم يتكلم الحاضرون في مجلس التعليم ولم يتحركوا كأن الطير يخط رأسه في الرواية رضي الله عنه ويكاد الحاضرون ينسين الدنيا وما فيها رضي الله عنه وينسي الجائع الجوع والهازن ينسي هزينا رضي الله عنه كان الحبيب يعفو الناس ويعاملهم بالصفات اللطيفة وبلسانه ذكر الله ونشر العلوم والنصيحة رضي الله عنه وقال إنه رغب عن البحث في الدنيا وتكبر وإلى أشغال الغير إضافة وعلينا ما زلنا أن نبحث أمور الدنيا الآخرة رضي الله عنه وهو كريم ومحب في بناء المساجد ومهتم بأمور المساكين واليتامى والأرملة رضي الله عنه يعامل الحبيب الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقال إنه ما حسد الناس وما كرههم كراهية ولا يشك ولا يظن المسلمين السيئة رضي الله عنه يرافق الصالحين ويدوم بالزهد والورع والصبر والشكر والتودع والإخلاص لله تعالى رضي الله عنه ويرغب عن التفاخر والمدح والثناء رضي الله عنه وسبحان الذي وهبه القلب صاف وهو مرشد إلى الله وأسوة للأمة رضي الله عنه اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة وهو من صغره إلى وفاته مشهور بأهل العبادة رضي الله عنه ومن أطفاله مشغول بالمجاهدة رضي الله عنه وقد رحمه أبواه حان يشاهدانه أجهد نفسه بالعبادة وقال إنه ترك الطرق المجاهدة حفظا لشعور والده الذي يرحمه في البداية رضي الله عنه ويذهب مرارا إلى وادي ترم للغزلة رضي الله عنه وقال إنه يحب الغزلة الله ليشعر نعمة المحبة لله تعالى رضي الله عنه وفي وقت معين زيارة الصالحين وقبر أولياء الله تعالى رضي الله عنه قام الحبيب كثيرا بالعبادة المسنونة رضي الله عنه وهي كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
عرفنا سنن النبي ولم نتركها رضي الله عنه إلا وقد أقامها إلى آخر الحياة، ويصوم صوم التطوع ويقل النوم في الليلة ويكثر الذكرى ويقوم في الليل وللقرآن قراءة رضي الله عنه. وفي رواية إنه سهر الليالي ويصلي الصبح بوضوء الإشاء 40 سنة رضي الله عنه. فسبحان الله الذي وهبه المحبة والسهلة في العبادات والمناجات رضي الله عنه. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة. ما زال الحبيب يدعو الله، وقال لم يفسد الدعاء رضا الله رضي الله عنه. واثبت الدعاء أن الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنه. وألف الذكرى والدعاء راتب الحداد وورد اللطيف والهسبين هسب الفتح وهسب النصر فضيلة من الله تعالى رضي الله عنه. وهي الأوراد النبوية وفضيلته كثيرة رحمة الله وبركاته لمن يقرأ الراتب من حياة الدنيا إلى الآخرة رضي الله عنه. وقد بلغ الحبيب درجة الكاملة في التسوف بمجاهدته ورحمة من الله تعالى رضي الله عنه. وقال سيد علي بن عبد الله الإدروس لدى زملائه: أيها الإخوة بالحب، أم لا كانت درجة الحبيب أعلى منا وهو فائز ينالها رضي الله عنه. وقال الشيخ حسين بن محمد بافضل المكي: كان الحبيب أبحارا باطنية وظاهرية رضي الله عنه. وقال الحبيب أبي بكر الجفري: اجتمعت ب40 أولياء الله تعالى رضي الله عنه، ولم أشهدهم كما شهدت الحبيب عبد الله، لا شخص أعلى منه هو نفس رحمانية رضي الله عنه. وهب الله قلبه لعظم الله وجماله مشاهدة، وهبه أحوال النفوس شوق الله والمحبة رضي الله عنه. وأظهر يوما محبه إلى الله وشوقه رضي الله عنه. أفسدني حب الله وتركني قلبي وأخذ الحياة رضي الله عنه. وقال في أخرى: إن الله قد وهب قلبي من الرحمة رضي الله عنه حتى أن ملأ قلبي بالشوق، وهي محل شوق الله تعالى. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهدني بافتقاري. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا،
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا فلهذا ضمن فجري واضطراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا إلهي وملكي أنت بما قد حل قلبي من هموم واشتغالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا سريع بالذي أرجو جميعا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا قريبا يا مجيبا يا عليما
تهاجبت بعجزي وخضوعي وانكساري. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. فأدهم ربي عكوفي. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ولحسن أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأريح سري وقلبي من لظاها وشوادي. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة. كان الحبيب عبد الله مقام ولي قطب الأقطاب زمانا، وقال العلماء إنه في تلقى المقام 60 سنة رضي الله عنه. وكثير من كرمه وخوارك عادته، وهو في نفس الحبيب يتحدث الناس حديث الأفواه رضي الله عنه. كان منزله في تريم حضرموت، وإنه يطوف ليل نهار بالكعبة رضي الله عنه.
كتب سيد محمد بن زين 88 كراما رضي الله عنه. وكتابة كرامه واندشاره ليس له رغبة. وقال الحبيب: إن الكرامة ليست بعيدة من فضل الله، وليست من عمل شيطان بعيدة رضي الله عنه. وكان الطريق الصحيح استقامة، وإنه شديد التوضع، وكان كرمه وشرفه على الناس ليس له رغبة رضي الله عنه. وهو من العجب والتكبر بعيدة، وسبحان الذي وهبه بركة المعرفة رضي الله عنه، وكتب آدب السالك في طريقته إلى الله تعالى. وكان أول طريقته أن يتوب الله السالك ويترك المعصية رضي الله عنه. ويفض القلب من إسرارة سيئة ومن نجس وحدث طهرة، ويفضل السالك الجوع والعبادة رضي الله عنه. والصلوات المسنونة والذكر وتفكر في الله تعالى. ويمسك السالك هو هزو صبرا ومع الصالحين معاملة رضي الله عنه. وألا يقوم بطريقتي نيل الكشاف والكرامة. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة. كان الحبيب عبد الله مرشد الطريقة من جده العلويين سلسلة، وأوصل مريده في مقام الحقيقة والمعرفة رضي الله عنه. وأولاده وذرياته أتباع الطريقة، منهم ولي الله الذي يصل إلى المرحلة العالية رضي الله عنه. وقرأ المسلمون شرقا وغربا أذكاره وأوراده ودعاءه رضي الله عنه. وتوفي بعد جهاد وللدين إقاما، وفاته طريق المحبة والشوق إلى الله تعالى رضي الله عنه. وكان عمره 88 سنة رضي الله عنه، وتسعة أشهر إلا ثلاثة. توفي في ليلة الثلاثاء 27 رضي الله عنه، وذلك في 1132 هجرية رضي الله عنه. ودفن في زنبل تريم حضر موت. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لي عشرة وتفي بها نار الجحيم الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة، وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وبنت عمران أم عيسى لم تزل راحمة، وبآسيا من أسبحت من كل هول سالمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.
هم خيرتي ودخيرتي في الحشر يوم الطامة، وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة الدائمة، وكذلك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاصمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. ألطف بنا والمسلمين من كل عين لاما، ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عاما. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة، ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. اللهم ارحمه وارفع درجته في الدنيا والآخرة، هكذا مناقب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وهو كالشمس في القلب الأمة رضي الله عنه رضي الله عنه، وصلواتنا لدرجاته العالية في الجنة.